أهلا وسهلا بيكم أبناء الطلبة، طلبة جريد 4 مع استكمال شرح مادة المات First Term Unit 1 Lesson 4. Lesson 4 Operation on Large Numbers. الـ Operations اللي احنا خدناها Addition, Subtraction, Multiplication and Division. هنحاول نخلص اتنين منهم النهاردة اللي هو الـ Adding والـ Subtracting للـ Large Numbers. فهنخش على الاكسرسايز على طول لان يعتبر ايه الدرس دول من الدروس السهله وبتيجي في الامتحان. اول حاجه الاديشن، لو مسكنا مثلا كويشن نمبر ايه بيقول لي 1 بلس 4، ولا ابتدي من 3 من على الشمال دايما بالاديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن، ببتدي فين؟ من على اليمين. لكن في الديفيجن الوحيد اللي انا ابتدي فين؟ من على الشمال. تمام كده؟ نبتدي من على اليمين، يونت مع يونت، 1 بلس 4 5، 2 بلس 3 5، 4 بلس 2 6، 5 بلس 0، كل واحد مع اللي نفس البليزوري بتاعته، 5، 8 بلس 1 9، 7 بلس 2 9، 3 مفيش تحتها حاجة، 3 عادي جدا، ماينس نفس الموضوع، 2 ماينس 1 1. 6 ماينس 0 6 وشيل منه 0 هيبقى زي ما هي 6 كاني ما صرفتش حاجة. 4 ماينس 2 يبقى لي 2. 5 ماينس 5 معايا 5 جنيه صرفتها كلها 0. 9 ماينس 3 6. 8 ماينس 6 2. زي ما انت شايف الموضوع ايه بسيط جدا. طيب لو بعمل اديشن وفي حاجة اسمها كاري اب او سبتراكشن وهعمل بورو زي ما انت شفت كمان شوية. تعالى نشوف بتتعمل ازاي. كويشن مثلا زي كويشن A بيقول لي مثلا ببتدي برضه من على اليمين 4 بلس 8 12 2 اند 1 كاري اب. تمام كده؟ ما بينفعش اكتب 12 في نفس المكان، لازم 1 نمبر بس. 1 بلس 5 6، 6 بلس 5 11، 1 1 كاري اب. 1 بلس 6 7، 7 بلس 10 14، ترتب ال 4 اللي هو على اليمين الأول والتاني كاري أب. 1 بلس 9 10، 10 بلس 6 16، بكتب 6 1 كاري أب. 1 بلس 7 8، 8 بلس 9 17، 7 1 كاري أب. 1 بلس 6 7، 7 بلس 7 14، ترتب ال 4 الأول بعدين ال 1 ما ينفعش أكتبها جنبها كاري أب. 1 بلس 4 5، 5 بلس 4 9. ودي الاديشن والكاري اب، سهلة كده. طيب لو خدت اكزامبل على السبتراكشن ويز بورو كويشن ان مثلا، طيب ان دي اعملها ازاي؟ ببتدي من على اليمين برضه 2 ماينس 9، 2 اخد منها 9 ما ينفعش، ما دام اللي فوق سمولر ذان اللي تحتها يبقى ما ينفعش. اعمل ايه؟ اخد من اللي جنبها ده 0، 0 هيديله ايه؟ هو مش معاه حاجة أصلا، فهو محتاج. يوم الزيرو يقول له ثانية واحدة أبص لك على اللي جنبه، لأن لازم كل واحد يدي اللي جنبه بس. طب التو الزيرو يقول له هاتي 1، تقول له ماشي خد 1، يبقى أنا بقيت 1 والزيرو ده بقى كام؟ بقى 10. دلوقتي التو تقدر تاخد من التن ولا لا؟ التن قال لا خلاص أنا كبرت بقيت 10 خدي 1، بقيت أنا 9 وابتدي تبقى كام؟ 12. 12 ماينس 9 بعد من بعد ال 9 لحد ما اوصل لل 12. دي طريقة السبتراكشن من الصغير لحد ما اوصل للكبير. بعد ال 9 10 11 12 3، بكتب 3 9 ماينس 3 يا اما على صوابعي 9 واشيل منهم 3 اشوف باقي كام، او بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها اعد من الصغير لحد ما اوصل للي فوق للكبير، اشوف من ال 3 او بعد قد ايه اوصل لل 9 3، بعدها 4 5 6 7 8 9، يبقى انا عديت على صوابعي 6. 1 ماينس 1 0، 5 ماينس 8 نفس المشكلة، 5 أصغر من ال 8، أقول له 5 بعد إذنك هات 1 عشان أكبر ويقدر ياخد مني 8، ده بقى 15، 15 ماينس 8 7، 4 ماينس 2 سهلة 2، 2 ماينس 0 سهلة 2، 3 ماينس 2 إيكوال 1. تمام كده؟ ودي طريقة الأديشن والسبتراكشن. ان شاء الله المره الجايه ناخد المالتيبليكيشن في الاسم لوحده وبعدين اللونج ديفيجن. ممكن ناخد اللونج ديفيجن على درسين ان شاء الله. لو في ليك اي سؤال او حاجه اكتبها في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.